A 5 macro coulomb point charge located at x equals 1, y equals 3 meter, and a minus 4 micro coulomb point charge located at x equals 2, y equals minus 2. Find the magnitude and direction of the electric field at x equals minus 3, y equals 1. عايز عند النقطة دي ولتكن مثلا P. محتاجين نجيب ال E1 اللي خارج من البوزيتيف، وطالما دي نيجاتيف يبقى داخل عليها E2، ونحللهم ونجيب الفيكتور، وبعدين نجيب الماجنيتيود ونجيب الزاوية. E1 هتساوي K 5 مايكرو كولوم على المسافة، هنا 3 مع 1 4، هنا 4 مع 2، يبقى هنا جذر 20، 16 مع 4 يبقى على 20، في ماينس مع ماينس، ماينس 4 على جذر 20 اتجاه الاي، وماينس 2 على جذر 20 في اتجاه الجي. هنحسبها دلوقتي. E2 K هنا 4 مايكرو كولوم، الاتجاهات هنفصلها بعد شوية، ده 5 3 و 2، وهنا 2 مع 1 يبقى ده 3، 25 34 يبقى على 34 يجذر 34 تربيع، وبعدين بلس مع ماينس 5 على الجذر التربيع ال 34 اي، وهنا قلنا ماينس 3 على جذر 34 جي. تعالوا نحسب تسعة عشرة تسعة في خمسة عشرة سالب ستة تقسيم عشرين، بعدين أضربه في أربعة تقسيم جذر التربيع العشرين، فطلع ماينس 2012 اي، هنا 2 على 4 يعني ماينس 1006 جي، والوحدة نيوتن على الكولوم. هنا 19 9 في 14 سالب 6 لأن ماكرو على 34 ضرب 5 على جذر 34، ف 9 0 8 موجب، وهنا 3 على 5 في بوينت 6 يعني ماينس 5 4 5 جي نيوتن بير كولوم. يبقى الاي نت هندول كلهم كانوا فيكتورز، نجمع ماينس 2012 مع 9 0 8 يديني ماينس 1104 اي، وماينس 1551 جي. تمام، يبقى عندنا ماينس وماينس، ماينس وماينس اكثر شوية، يبقى ادي الاي نت، يبقى دلوقتي محتاجين نعرف الماجنتيود، والثيتا. الماجنتيود هيكون 1104 تربيع مع 1521 تربيع، وناخد الجذر التربيعي يطلع 1904 تقريبا 1900 نيوتن بير كولوم. الزاوية ناخد ده على ده 1501 على 1104 شيفت تان، طبعا ده الربع الثالث فنزيد عليه 180 درجة، يبقى
زي دي على بعضها كده 235 درجة تقريبا. ده كل البارت ايه. في البارت بي بيقول لنا find the magnitude and direction of the force on a proton placed at نفس المكان اللي هو minus 3 مع 1. بس ال F هتساوي ال E في ال Q كله. طبعا احنا بنجيب الماجنيتيود وعارفين ان الاتجاه هيكون نفس الشيء. ليه؟ لان ده بروتون فيمشي مع خطوط الالكتريك فيلد. لو كان الكترون كان مشي عكس، يبقى ادي ال F نت برضو هتساوي هضرب ال 1900 في شحنة البروتون اللي هي 1.16 × 10^19، طلع 3.04 × 10^16 نيوتن، نفس الزاوية 235 درجة.